وسهلا مرحبا بالمشاهدين الكرام. حلقة اليوم صباحية دزم، سعاد الهاشمي عند الوعد ديالها في فقرة الطب الموازي. اليوم غتكملنا موضوعها حول التدليك والتصريف اللمفاوي للقولون كالعادة في فقرة الطب الموازي. طبعا معنا كذلك الأستاذة خديجة الرقاني اللي هي في فقرة الحق والقانون غتكلمنا على التسوق الإلكتروني، وأخيرا ليلى حجيوي عرضنا على المصممة اللي جاتنا من مدينة طنجة السيدة فاطمة الزهراء أخمليش. الكل بعد فقرة الصحة العامة والدكتورة ليلى بشرى، مرحبا بكم معنا صباحية اليوم. دكتورة ليلى بشرى أهلا بك. أهلا وسهلا. وما يفوتنيش نبارك ليك ونبارك لكل مشاهدين عيد الأضحى مبارك على كافة المسلمين كانوا داخل الوطن أو خارج الوطن. عيد مبارك سعيدة سميرة. وبهذه المناسبة طبعا غادي نتوقفوا على الموضوع اللي تهم عيد الأضحى، فقر الصحة العامة. بزاف الناس تيفرتوا في تناول اللحوم، وبالتالي كاين مشاكل كثيرة على مستوى الجهاز الهضمي، المعدة والأمعاء. فاليوم بغينا ننصحوهم قبل ما نوقعوا في المشكل. فعلا سميرة، فاش كنتناولوا اللحم ديال الغنم بإفراط فهي كيوليو عندها سلبيات، وخصوصا على الجهاز الهضمي ديالنا. ولكن ما نعطيو لكل حاجه حقها، هذا اللحم ديال الغنم عندها بزاف الايجابيات وعندها بزاف ديال عندها اون فالور انرجيتيك ولا اون فالور نوتريسيونيل اللي مزيانه بزاف. غنذكر بالقياس بالقاعده ومره في التوازن ولكن غنذكر بها قبل ما نتكلم على السلبيات. بحال نهار العيد ما غاديش نبداو بحاجه زوينه. الوغ اللحم ديال الغنمي فهي غنيه بزاف بالبروتينات اللي الجوده ديالهم كتكون عاليه، وعندهم دور كبير في النمو، عندهم دور كبير في الاصلاح والحفاظ على الانسجه. كذلك غنيه بالفيتامينات بحال لو جروب ديال لي فيتامين بي 6 بي 12 اللي عندهم دور كبير في الانتاج ديال الكريات الحمراء. كذلك فيها املاح معدنيه، فيها لو زنك، فيها السيلينيوم، فيها لو فير، فيها الحديد. عندي ما نسالك، ما عمرني ما سمعت شي واحد تيذكر اليوم العيد اللحم الغنمي عنده ايجابيات غير الافراط. اي حاجه كخديناها بافراط ما كنفقدوا جميع الميزات ديالها. الوغ بالنسبه للحديد اللي كيكون في اللحم ديال الغنمي فهو الي بيو ديسپونيبل، هذه واحد الخاصيه اللي زوينه بزاف ما كايناش في الحديد اللي كيكون دوريجين فيجيتال نباتي، كيكون نباتي. هو انه الامتصاص ديالو كيكون سهل. كذلك خاصو لا بلاصه هو الفيتامين سي ولا لا اي لي بيو ديسپونيبل سهل الامتصاص ديالو، ما تحتاجش لا فيتامين سي وما تحتاجش حوايج اخرين باش تسهل الامتصاص ديالو. كذلك الدهنيات، كنعرفوا بان اللحم اللي شائع هو انه فيه الدهنيات المشبعه اللي كتضرب الصحه، ولكن كذلك فيه دهنيات واحماض امينيه اللي مهمه بحال لي زوميغا 6 ولي زوميغا 3. دونك باش نقدروا نستافدوا من هذا الشيء كله ما خصش يكون تيقولوا لنا هذا الشيء دائما باش ما نوقعوش في الافراط وباش ما نركزوش غير على الايجابيات ونقولوا اجي راه فيه هادشي كامل كله زوين اجي ناخذو بكثره. دابا حنا غنتكلموا لما كنفرطوا في الاكل ديال هذا اللحم شنو كيوقع. الوغ الا كان افراط في التناول ديال هذا اللحم، اول حاجه اللي كنقدروا نعانيو منها هي عسر الهضم لا ديسبيبسي. هو ان الشخص كيقدر يحس بالم في البطن ديالو، كيقدر يحس بالتقيؤ، كيحس بواحد التقريعه اللي كتكون الريحه ديالها كريهه، البطن ديالو كيكون منفوخ. علاش؟ لان هذا اللحم غنيه كما قلت بالدهنيات المشبعه، وهذه الدهنيات المشبعه الهضم ديالها كيكون صعيب ثقيل. اكزاكت، صعيب اننا نهضموها. دوك الماكله كتعطل بزاف في الجهاز الهضمي. لما كتعطل في الجهاز الهضمي بزاف شنو كيوقع؟ كتخمر. كتخمر، دوك كيكونوا الغازات اكثر. دوك من غير لا ديسبيبسي اللي هو سوء الهضم كيوقع لنا ان بالونمون، الغازات كتكون كثيره بزاف، كيكون الم في البطن، كنحسوا بالتخمه، كنحسوا بالبطن ديالنا ثقيل. هنا غير بغيت غير واحد الاشاره نذكر بها المشاهدين ولا بدا سنبي العياشي دائما تيقولها لنا، معلقه ديال النخاله قبل، معلقه ديال النخاله قبل تتعاون بزاف غير باش نفكركم فيها وصافي ما تنساوهاش العيد. داكوغ، دونك من غير هذه المساله ديال اننا كيكون لو بالونمون كما قلت، حتى لو ترانزيت المرور ديال الاكل في الجهاز الهضمي كيتعطل، ولما كيتعطل شنو هو المشكل اللي غيولي لنا؟ هو لا كونستيباسيون، هو القبض. دونك هذه المسائل كلها نقدروا نعانيو منها الا كلينا هذه اللحوم بافراط. دونك دابا شنو هي النصائح اللي نقدروا نعطيو للناس باش نستافدوا وما نعانيوش من المشاكل؟ اكزاكتومون. اول حاجه هو القياس. دابا راه فهمنا اننا ما خصش يكون افراط. الان كيشرب افراط كل واحد والافراط ديالو شنو هو؟ الافراط سميره هو انا كنعرف الناس اللي كيفطروا كيتغداو كيتعشاو بالغنمي، سي با بوسيبل، ما معقولاش وجبه وحده ديال الغنمي. وغنهضروا على بزاف المسائل بحال فاش كنديروا لو بلا ديالنا ديال الغنمي باش خصنا نرافقوه، ديما نرافقوه بالخضر. الخضر كيف ما بغينا، تقدر تكون كرو
تقدر تكون ما طيباش على شكل دي سالاد، تقدر تكون مفوره، تقدر تكون طيبه، تقدر تكون مشويه. المهم نوعو اكزاكتومون. وفات نبداو في الجنيبات ديال الطبله داكور. وهذاك اللحم فاش نبغيو طريقه الطهي ديالو حتى هي مهمه. كنحبدو لو ان هذا اللحم نطيوها تكون مبخره ولا تكون في الفران ولا مشويه، كاع الحاجه اللي غتكون فيها الزيت والمقليه سميره اللي كيعجبك من الافضل كيعجبني حتى انا من الافضل ان نتفاداه، لان هذا اللحم ديجا هي غنيه بالدهنيات، فاش كنزيدوا عليها الدهنيات فهي كيولي الهضم ديالها صعيب. مثلا الفاف اللي تنزيدوا عليه الشحمه نتفاداو هذيك الشحيمه، نتفاداو داك الشحيمه، نقدروا نديروا شهيوان صديق نلفوا بهذاك ولكن نحيدوها ما ناكلوش هذيك الشحمه كذلك. الوغ نحاولوا ناكلوا طريفات ديال اللحم اللي ما يكونوش فيهم الشحمه بزاف، بحال دابا معروف ان الكتف ما كتكونش فيه الشحمه بزاف، الجيكو حتى هو كتكون قليله فيه الشحمه، وكذلك الطريفات ديال اللحم اللي غادي نديروهم في الطاجين نحاولوا ما امكن نقيوهم من هذيك الشحمه كمسا من من كيف تيقلب عليها دكتوره كيما قلت لك ديال الشحمه ما باش تعطينا البنة لا خلاص نتفاداو هادشي، نتفاداو هادشي باش ما نضروش الصحه ديالنا. اما غادي نتفاداو بخاطرنا يا اما غادي نتفاداو لان شنو كيوقع لما تنفعوا بهذاك شويه ديال الحليمه. لما كناكلوا بزاف واحد النهار راه كنتصابوا بالتخمه، الغد ليه كنمرضوا ما كنقدروش باقي ناكلوا، ما كنبقوش نقدروا نشوفوا في الحمد لله غير بوندون اون سيمين. دونك باش نقدروا حتى حنا نعيدوا ونكونوا ناشطين بالعيد ناكلوا بدون افراط. كذلك الناس اللي عندهم مشاكل ولا امراض مزمنه ديال لو ميتابوليزم خصهم ياخذوا الحذر بزاف وما يكونش افراط وغير يذوقوا. بون الناس اللي ما عندهمش مشكل راه غادي ياكلوا، ولكن الناس اللي عندهم امراض بحال مرض السكري، اللي عندهم ارتفاع ديال الدهون في الدم بحال الكوليسترول، لي تريغليسيريد عندهم طالعين، الناس اللي عندهم لا طونسيون، الناس اللي عندهم لو سور بوين خصهم ياخذوا الحذر. كذلك الناس اللي عندهم النقرس، اللي عندهم لاغوت كيكون لاسيد يوريك، كنعرفوا بان اللحوم هي من مصادر من المصادر ديال اللي كتكثر لنا لاسيد يوريك في الدم ديالنا. كذلك مساله مهمه بزاف هي تناول كميات كبيره من الماء، لانه كيساعدنا على الهضم وكيمنع هذاك المشكل ديال القبض. وكنعرف واحد العاده سيئه عندنا هو اننا في لي روبا ديال العيد كنديروا بزاف المشروبات الغازيه اللي كتكون حلوه، لي ليموناد، نحاولوا ما امكن نتفاداوها لان حتى هي كتزيد لنا مشاكل على مشاكل اكزاكتومون. وما نساوش بان العيد هي فرصه باش نفرحوا، فرصه او ثاني دو بارتاج، يعني ما نحرموش نفوسنا وفي نفس الوقت نراعيو وما نساوش بان الهدف من هذاك الاضحيه ولا هذاك اللحم هو اننا نفرقوه على الناس، ان ما نساوش اننا بيان سيغ نصدقوا منه، نقدروا بحال دابا عندنا شي جيران اجانب نذوقوهم كمسا كنقلوا بعدا من الكميات اللي كتبقى عندنا في الثلاجه، وبالتالي كنستافدوا من هذا اللحم بلا ما كنضروا الصحه ديالنا. واضح. شكرا لك دكتوره، عيد مبارك سعيد. اللحظه نمشيو لين الطب الموازي مع سعد الهاشمي. ومن بعد النظري سعاد العشيمي اليوم غتطرق لنا للتمرينات عمليه باش نحاربوا باش نديروا التدليك او التصريف ديال اللمفاوي للقولون. اللي ما جبتي معاك الابن ديالك ما شاء الله عليه، تنشكروا على الحضور ديالو، تنشكرك على انك جبتيه باش تقوم لنا بالحركات اللي خاصنا نديروها عمليا باش نعاونوا القولون ديالنا. اكزاكتومون. ندير تتم شنو قالت الدكتوره بشرى، افكتيفمون عيد اضحى مبارك بعد على المشاهدين ولينا كاملين في البلاطو. افكتيفمون العيد لو بالونمون الغازات اللي كيتجمعوا العسر ديال التصريف ديال لو ترانزيت، فهذا هو الدور، هذا هو الاساسي من هذا لو ماساج اللي خص يديرو الانسان. يمكن له دابا نعطيك كما قلت ديك المره كاين جوج ديال كاين نيفو 1 ونيفو 2. نيفو 1 اللي كيمكن الانسان يقوم به في البيت ديالو الا كان اللحم بزاف، هو داكشي اللي قال الدكتوره بشرى هو اللي خصو يكون، ولكن اوكا كان امتي بالونمون كان شي كونستيباسيون بسيطه يمكن نديرو هذا لو ماساج هذا باش نعاونو لو ترانزيت. واخا انا نخليك ديري لي ماساج وتشرحيهم للمشاهدين، انا نتبع معك من الطبله ديالي. مرحبا تفضلي. يلا واسيو واسيو. الوغ مامو انستال توا. فوالا فوالا فوالا. الوغ لا احسن بوزيسيون لا ميور بوزيسيون باش نديرو هاد لو ماساج ديال القولون ديال الانتستان سي نكونو على ناعسين على ظهرنا، وبيان سور رجلينا هكا متنيه باش كيترخوا لنا حتى العضلات ديال البطن ديالنا. الوغ واسيم باردون نطلعوا البول. الوغ اول حاجه غنهضر عليها اساسيه، عندنا واحد العضله اللي كنهضر عليها ديما اللي هي لو ديافراغم اللي كاينه هنايا. هذا لو ديافراغم هذا كنخدموه في عمليه التنفس لانه كاين قريب للامعاء، فبالتالي ملي كنخدموه كي بحال اللي كيدير لنا واحد لو كورون في وسط القولون ديالنا، وميم طون كيدير واحد الضغط اللي كيخلي هذاك لو ترونزيت يكون افضل يولي افضل. الوغ ندوز ندير واحد التمرين واحد ديال التنفس ومن بعد ندوزو العمليه ديال التدليك كيفاش كتكون. الوغ واسيم ليكزيرسيس ديال لو ديافراغم. الوغ لو موسكل
كاين في هذه البلاصه هذه، فحنا كنجيو لهاد الاضيمه هاد لي كوت وكنخشيو صباعنا تحت منهم. فوالا لا ريسبيراسيون، حنا كنعرفوا بان هاد العضله مسؤوله على لا ريسبيراسيون ابدومينال اللي كنشير ديما لامبورطونس ديالها بالنسبه بزاف ديال المشاكل الصحيه. الوغ نتنفسوا من النف ديالنا، ندخل النفس وسيم نفخ كرشك مزيان ونركزوا على ليكسبيراسيون. فاش كنخرجوا النفس؟ غنخرجوا النفس من فمنا وسيم اون فوالا. ملي غنخرجوا النفس غادي نكروزي وغادي ندخلوا كرشنا مزيان حتى كيخرجوا هاد لي كوت، كنخشيو صباعنا تحت هاد العظيمات وكنديروا بحال امتي ماساج في ليكسبيراسيون اي اون غولاش. عاوده ان دوزيام فوا وسيم عافاك، فوالا نفخ كرشك اي فوالا، اخشي صباعك تحت هاد لي كوت هاد العظيمات اي بحال كندير دي بتي ساركل بحال هكا باش كندير ان بتي ماساج لذاك لو موسكل، وهذيك لا بريسيون كتهبط ليا الكرش ديالي وكتدفع ليا داك لو ترونزيت. فوالا سي بون. الوغ دابا غندوزو للتدليك. شي واحد فوالا عنده ان بتي بالونمون ولا عسر ديال 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 لو ترونزيت، يعني اون بتيت كونستيباسيون ليجير، هذه هي الحاله اللي كيمكن الانسان هو يدير الماساج لراسو. ولكن الا كان يعني المساله باثولوجيك، يعني كونستيباسيون كرونيك، يعني عنده كيعاني من لا كونستيباسيون مده طويله، فهنا كيكون لو نيفو 2 اللي كيكون خاص بالاخصائي، اللي كاين فيه دي مانوفغ اللي خاص بالاخصائي هو اللي كيديرهم. الوغ كيفاش الانسان يمكن له يدير ان بتي ماساج لراسو ديال ديال لانتيستا لو غرو انتيستا؟ بعدا خصنا نعرفوا لو لو فين كاين هذا لو غرو انتيستا. الوغ كاين في هذا الاتجاه، كاين عندنا لانتيستا اسوندون، كاين هنا لانتيستا ترانسفيرس بهذا كيدير بهذه الطريقه، وهنا لانتيستا ديسوندون هو اللي كيهبط، وهنا عندنا لانتيستا سيغمويد اللي هو اللي كيعطينا فين كتكون عمليه التصريف، كيكون الخروج ديال البراز. حنا شنو كنقصدوا بهاد لا كونسيب؟ سافو دير عندنا براز اللي بحال نقولوا واحل في لانتيستا، ما خرجناش، كاين عندنا عذر باش اننا ندخلوا لي تواليت ونخرجوا لي سيل ديالنا. الوغ اللي خصنا نعرفوا الاساسي فهادشي كله هو لو سونس اللي غنديروا فيه الماساج، لان لا تكنيك في حد ذاتها سهله، ولكن لو سونس هو اللي خصنا نعرفوه. خصنا نعرفوا بان العمليه ديال لو ترونزيت كتمشي بهاد الطريقه هادي، لانتيستان ديسوندون اسوندون باردون اللي كيطلع بهاد الطريقه وكيمشي من هاد الجهه تحت هاد لاكوت حتى لهاد الجهه هنايا، او تيهبط باش يخرج من هذا، يعني عندنا نقطه خروج وحده، داكوغ، نقطه خروج وحده، ولكن لو تراجي راه فيه ثلاثه ديال لي سونس. حنا شنو خصنا نفهموا؟ بان عمليه ديال الخروج كتكون في لو سونس ديال عقارب الساعه، يعني خصها تدور بهاد الطريقه، ولكن حنا ملي غنبغيو نديروا الماساج غنمشيو وحده نقطه الخروج ونبداو في لو سونس كونتخير. نبداو فلوس دونك انا غندير التقنيه باش كومسا تبان لكم التقنيه كيفاش دايره. وسيم هكا ستوب. الوغ غنجي هنا فين كنعمل في الجهه اليسريه، الانتستان ديسوندون، من هنا كيخرج لنا لي سيل. غنجي بحال غنحسب واحد ربعه ديال لي دوا، ربعه ديال لي دوا ولا خمسه، وغادي نجي في هاد لو تراجي. من بعد ربعه ديال دو هذا هو لو تراجي، نفس الشيء هنا ربعه ديال دو هنا دو لو تراجي. غنجي لبلاصه ديال الخروج وغادي ندير واحد التقنيه بهاد الطريقه. اساسي فهادشي كله انني انا اللي غنبدا التدليك ديالي غنبداه فهاد لو سونس، ولكن فاش غنكون كنخوي غنخوي فهاد لو سونس. بمعنى هذه النقطه الاساسيه اللي خصني يعرفوا المشاهدين، ملي غنبدا التدليك ديالي غنبدا من نقطه الخروج، ولكن غندفع توجور فيغ لو با لهنا. انا كنطلع هكا ولكن التصريف ديالي تيكون في اتجاه ديال لو با. غنبدا بهاد الطريقه وغنبقى غادي طالع بهاد الطريقه. الوغ غنبرك شي شويه وندفع، غنبرك شي شويه وندفع، غنبرك شي شويه وندفع. عاوتاني نفس الشيء بالنسبه للانتستان ترونسفيرس، كيبدا من هاد تحت لي كوت، هو كاين شي شويه تحت لي كوت هنا، يعني خصني ندخل شي شويه صباعي توجور ندفع لتحت. الوغ نبرك وندفع لتحت وانا غادي بهاد الطريقه، توجور ندفع في هاد لو سونس، ندفع في هاد الاتجاه هذا. انا كنمشي بلو موفمون ديالي هكا، ولكن فين كندفع؟ كندفع لهاد الاتجاه، اتجاه فين كاين فين كيخرج البراز. دونك وسيم غادي يحاول يدير هو التقنيه باش اللي غيديرها لراسو كيفاش غادي يديرها. الوغ وسيم غنبدا كما قلنا غنحسبوا هنا 4 دوا، هذا هو لو تراجي ديالنا، كنتمنى انه يكون كيكون كيبان في الكاميرا مزيان. الوغ وسيم غنجيو من هنا غنديروا بهذه التقنيه. الوغ فازي كندفع وكندفع لتحت، كنبرك وكندفع لتحت، كنمشي في لو تراجي ديال لانتيستان. فازي وسيم فوالا، كنتمنى ان التقنيه تكون باينه. فوالا الوغ كنبرك وندفع لتحت. هادي وسيم كنبرك وندفع لتحت، نفس الشيء كمل وسيم. فوالا انا بغيت وسيم يديرها لان كل هذا النوتو ماساج، يعني الانسان غيديرو لراسو. فوالا دفع ونبرك لتحت، فوالا كندفع ونبرك لتحت، نفس الشيء ملي غنجيو لهذا غنمشي ديما في هذا الاتجاه، غنبرك
وندفع لتحت. انا اصلا هو وسيم راه كيحس بيا كنبرك ديجا على البليسات اللي عنده قاصحين، فباش كنلقاو ان بوشون دو سيل يعني بلاصه اللي مجموعين فيها لي سيل، فهنا كتكون واحد التقنيات اللي خاصين بالاخصائي اللي كيديرهم اللي ما يمكنش يديرهم الانسان لراسو باش يدفع دوك لي بوشون دو سيل. ولكن الا كما قلت كانت اون كونستيباسيون ليجير ولا انتفاخ بالونمون الغازات، فاكيد ان هذا لو ماساج يمكن لي نديرو مثلا ديك اليومين ولا ثلاث ايام اللي عندي المشكل جوج مرات في النهار كيعطينا واحد النتيجه اللي هي اكيد. كمل لكم غير لو تراجي توجور نبرك وندفع ليه، توجور نبرك وندفع ليه. على كل بليصه غندير واحد الربعه ولا خمسه ديال الضغطات، وانا غادي ربعه ولا خمسه ديال الضغطات وانا كنطلع نكمل هذه الجهه ونعاود نمشي لو كولون ترونسفير لانتستان ترونسفير بهذه الطريقه، توجور كندفع لهاد الجهه. الوغ ملي غادي نجي لو كولون او لانتستان اسوندون كيفاش غادي ندير لو تراجي ديالي؟ هذا هو الاساسي في هذا المساج، غندفع ليه ما ندفعش لتحت. انا كنهبط ولكن فين كنخوي؟ كنخوي الفوق، لان ها لو سونس ديال لو ترانزيت سي كوم سا، نقطه خروج وحده كاينه، دونك خصني نمشي بهاد الطريقه الفوق ديما الفوق وهنا الفوق وانا حتى نكمل حتى نوصل لنقطتنا. وسيم فازي ديرها انت يا عفاك فيغ لو توجور، فوالا فوالا اي فيغ لو فوالا. كنتمنى ان التقنيه واضحه، فهنا كندفع للفوق دونك غنعاود نشير النقطه الاساسيه سي لو سونس اللي كندفع فيه. كنبدا من نقطه الخروج كنمشي بهذه الطريقه غادي 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 غادي، ولكن فين كندفع انا بالعمليه التقنيه ديالي فين كندفع؟ فكندفع فيغ لو با. كنتمنى ان هذه النقطه تكون واضحه لان هي المهمه داكوغ. دونك يمكن لي ندير هذا المساج كما قلت مره في النهار اولا جوج في النهار ديك الايام اللي عندي البالونمون، وكل بلاصه غادي ندير واحد 4 ولا 5 بريسيون وتنوصل لهنا عاوتاني نبدا هاد لو كولون ترونسفيرس. ولكن فاش نبدا هاد لو كولون ترونسفيرس غنعاود نبداه من هنا، نمشي 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 ونبدا عاوتاني هنا ندير ربعه عاوتاني ربعه مثلا ولا خمسه عاوتاني ربعه ولا خمسه. ملي غنجي لهنا غنعاود نبدا من هنا وانا طالع طالع، فاش نوصل هنا غنبقى ندير واحد 4 ولا 5 بريسيون. دونك هذه هي التقنيه عامه، نردو كما قلت للبال غير لو سونس. انا كندفع منطقه الخروج اللي هي هنا ولكن يديا كدور في الاتجاه المعاكس. الو هذه كما قلت التقنيه اللي كتبقى سهله وبسيطه، نحاول انا نديرها وندير قبل منها عمليه تنفس، وحتى وانا كندير لو مساج مره مره ندير ديك عمليه التنفس وغادي نلاحظ يعني النتيجه في لا جورني بالنسبه للناس اللي عندهم لو ترونزيت شي شويه ثقيل كيمكن لها تبان بعد واحد اربعه اولا سته ديال السوايع. كنتمنى ان التقنيه تكون واضحه وجربوها من بعد. وهي ما بغات تكون واضحه سعاد، عرفتي حرصتي انك تشرحيها بالتدقيق لان السر كاين في هذا في لو سونس الاتجاه وفي الطريقه ديال اننا ندفعوا بها المسران ديالنا. شكرا لك سعاد هاشمي، عيد مبارك سعيد. لحظه غادي نتجهوا للحق والقانون مع الاستاذه خديجه الروقاني واللي معاها غادي ندخلوا عالم التسوق الالكتروني وغنحاولوا نجاوبوا على الاسئله اللي كتعلق بحمايه المستهلك بما انه ولات التجاره الالكترونيه بفعل التغيرات اللي تعرفها العالم باسره ولات واحد يعني واحد الحاجه لا مفر منها. بغينا نعرفوا اليوم التسوق الالكتروني اللي ولا واقع كيف ما قال قلت، واش كاين مخاوف منه في ظل قانون تاثروا او لا؟ عيد مبارك سميرة وعيد مبارك لهذا الطاقم الرائع ديال صباحية الدوزام والمشاهدين والمشاهدات. فعلا هذا الموضوع ديال الحماية ديال المستهلك الإلكتروني، وملي كنتكلموا على مستهلك إلكتروني بمعنى أنه كاين تجارة وكاين خدمات وكاين منتوجات تقدم وهو يستهلكها، هو واحد الموضوع اللي جديد، هو مرتبط بثورة معلوماتية بثورة يعني إلكترونية واللي المغرب بيان سيغ راه حتى هو داخل فيها. وكنعرفوا يعني هذه الخدمات البنكيه اللي كتكون عن طريق البطائق كيفاش انتشرت انها في المغرب، هذا البيمون بار كارت، وخاصه في الفتره ديال كوفيد 19 اللي كان الحجر الصحي الى اخره، ولا كل شيء كيتطلب كل شيء كيتكوموندا، يعني ولات اغلب ولات واقف نعم عايشين معاه فرض راسو اغلب الخدمات اغلب السلع يعني كنقتنيوها عن بعد. اشنو اللي خاصك؟ خاصك واحد الاشتراك في الانترنت، خاصك واحد سيبور الكترونيك يعني واحد التليفون ولا واحد البيسي، وطبعا كاينه تطبيقات وغير ذلك اللي انت كتدخل ليها وطريقه باش تادي عن بعد. طبعا كاين اللي كيجي تال التسليم عاد انه كتخلص، ولكن حنا كنتكلموا على تجاره الكترونيه. ملي كنتكلموا على تجاره الكترونيه كتوصل فيها كاين تجارات اللي ما كيكونش فيها تعاقد، ولكن واخا ما كاينش تعاقد مكتوب كاين واحد الالتزامات متبادله في اطار هذيك المعامله. وكاين تجاره اخرى اللي كتتم عن طريق يعني تعاقد الكتروني وتوقيع الكتروني الى غير ذلك. كاينه
قوانين في المغرب. طبعا كاينه قوانين يعني عامه يواكب هذا التطور. كاينه قوانين واش قدر انه يواكب ويحد من المشاكل والسلبيات ديال هذه التجاره الالكترونيه ويحمي فعليا هذا المستهلك الالكتروني ولا لا؟ يعني هذا علامه استفهام كبيره، لان كنلقاو الكثير من الناس اللي كيعانيو واللي كيظلموا واللي تنصب عليهم الى غير ذلك. ولكن ما كيعنيش بان ما كايناش حمايه، لان احيانا كيكون الجهل بالمعلومه وعدم يعني الغياب ديال التوعيه ولا ضعف ديال التوعيه والتحسيس طبعا كيؤدي الى ان حقوقك ما كتعرفش تطالب بها وما كتمتعش بها بسبب الجهل بالمعلومه. اذا كاين الكثير من القوانين، كاين قوانين عامه تقليديه، قانون التزامات العقود وغيرها، لان كنرجعوا لها ملي كنبغوا نعرفوا شنو هو الغلط، شنو هو التدليس، شنو هو الغبن الى غير ذلك، كنرجعوا لهذ القوانين العامه. وهاد كاينه قوانين خاصه بحال مثلا القانون ديال حمايه المستهلك 0831 واللي تكلمت على مسائل اللي عندها علاقه بهذا المستهلك الالكتروني. طبعا ما ماشي كتواكب هذا التطور اللي وصلنا ليه الان في التجاره الالكترونيه وفي الحقوق ديال المستهلك الالكتروني، ولكن على اي كاين هذا القانون وفيه بعض المقتضيات اللي هو قانون بحمايه يعني خاص بحمايه المستهلك. طبعا هو قانون خاص ولكن ما كيخدمش بوحده، ضروري كيرجع لواحد القواعد العامه، وهو فيه عقوبات، فيه عقوبات ماليه، فيه نشر الحكم، فيه العديد من العقوبات. كاين قوانين اخرى اللي بعضها قديم وحتى هو ممكن يتطبق، مثلا القانون ديال زجر الغش في البضائع يعود الى سنه 1984، فتملي كتكون التعامل الالكتروني وتجاره الكترونيه تطبق عليه هذا القانون بيان سور كيطبق عليه. وكاين ايضا قانون ديال حمايه المعطيات ذات الطابع الشخصي واللي كنا تكلمنا عليه شحال من مره في صباحيه دوزان، وتكلمنا حتى على اللجنه، واحد اللجنه اللي منبثقه عن هذا القانون 0809 المتعلق بحمايه المعطيات ذات الطابع الشخصي. علاش يا سميره؟ لانه كاين واحد السجلات، يعني ملي كتدخل للانترنت كن متاكد بان كاينه سجلات. هذيك السجلات شنو الدور ديالها؟ الشركات التجارية الكبيرة الإلكترونية تقوم بتتبع المستهلك الإلكتروني، كتتبعك، كتعرف الموسيقى اللي كتبغي، كتعرف المنتوجات اللي كتبغي، كتعرف الأفلام اللي كتبغي، كتعرف المواقع اللي كتدخل لها، وشنو كدير لك؟ مراكز الاهتمام ديالك تمشي لها كل شيء مباشرة. أنا شنو؟ كتعطي داك الشيء للشركة التجارية الدولية، يعني كتبيع معلوماتك، راه كتقوم بأن بالتجار فيها مدخل وأنها كيبداو يرسلوا لك داكشي بيرسوناليزي، داكشي اللي يليق بك واللي كتقلب عليه واللي انت محتاج ليه. كذلك كاينه طريقه اخرى ديال التجسس عبر برامج معروفه. هاد البرامج غالبا ديال التجسس اللي كيرسلوها للحواسيب كتجي ملي كتدخل شي موقع الكتروني تقول لك اكسبت اكسبت، خاصه اللي كيكونوا مجانيين. التطبيق كيقول لك مجاني، ما كاينش شي حاجه مجانيه في الانترنت، يا اما انك كتخلصها وكيكونوا هادوك واضحين فيما يتعلق واما انك راك تاخذ شي حاجه فابور انت بالنسبه لك راه مجانيه، ولكن راه خلصتها بمعطياتك وهذيك المعطيات راه كتمشي لجهات اخرى الى غير ذلك، وعندها قيمه ماليه وبيك كتصوب اسواق الكترونيه، اسواق تجاريه الكترونيه بيك يعني كتصوب. اذا حاليا القانون المغربي اشنو تيقول لحمايه هذا المستهلك من اننا نتاجوا في المعطيات الخاصه ديالو، واننا يعني ضمن ليه تجاره نافعه للطرفين. هو سميره كاين واحد الخليه ديال المراقبه ديال مواقع التجاره الالكترونيه اللي هي تابعه للوزاره طبعا ديال الصناعه وديال الاستثمار والتجاره والاقتصاد الرقمي، اللي هي كتتبع هذه التجاره الالكترونيه وكتعطينا تصنيف شنو هي بعد التجارات الاكثر رواجا، شنو هي الانشطه الاكثر رواجا الكترونيا اللي كيمشيو ليها المغاربه. ودارت يعني واحد ترتيب اللي فيه هادشي ديال التجميل والصحه كيحتل مرتبه متقدمه. نعم، الحوايج الملابس التجهيزات المنزليه الحواسيب هاد المسائل هذه عندها مراتب متقدمه. وان رصدات هاد اللجنه خروقات رصدت ورسلت انذارات لهاد الشركات، يعني هاد الخروقات باش كتعلق؟ اما كتعلق بان الشروط ديال العقد غير مترجمه اللغه العربيه ولغات اللي كيفهمها المستهلك،
وإما كيكون غياب معلومات كتعلق بحق المستهلك في التراجع لأن أساسية جدا، وإلا الإرادة اللي هي أساسية في التعاقد أي تعاقد سواء كان إلكتروني ولا غيره كتكون معيبة، وهذا من شروط بطلان هذاك العقد هو أنه خصك دير لي حقه في التراجع، وتراجع اللي ما يكونش فيه تأسف، اللي تكون عنده هذه الإمكانية ديال التراجع، خاصة أن هذيك العملية كتم فيرتويال وبأن هذيك البضاعة راه ما مشاش عينها عينيا وعينها يعني بصفه طبعا الحق يعني في التراجع والشروط ديالو. لا هادشي وقف عليه وقفت عليه هذه الجنه وصلت انذارات بشأنه المستهلك يكون على عين بها طبعا، وغياب معلومات كتعلق بالهويه ديال المورد كيفاش نتصلوا به، كذلك الاشهارات الكاذبه، بيانات كاذبه، الاجل ديال التسليم، الاحكام ديال العقد، كل هذه خروقات وقفت عليها هذه اللجنه في عند المواقع اللي كدير هاد التجاره. ورسلات انذار ليك فين نلقى هاد اللجنه كيفاش نتواصل معها؟ كاينه راه كاين ان سيت كاين واحد لو سيت اللي سميتو خدمه المستهلك خدمات كاين واحد صيغه المستهلك بمعناها المستهلك .ام هذا واحد الموقع كتدخلوا ليه كتلقاو فيه بان ممكن ديروا شكايه وكديروا شكايه يعني لهاد اللجنه. كاينه المعطيات ديالك الشخصيه ملي كيتم استعمالها سميره، حتى ارسال اشهار البريد الالكتروني راه هو ممنوع قانونيا في القانون ديال حمايه المعطيات ذات الطبع الشخصي الا لان كاينه احكام عطيتيهم طبعا، ولكن خصك تقدم شكايه للجنه وركز ذات احكام، راه هي هيئه شبه قضائيه عندها اختصاصات شبه قضائيه، لان احنا دائما كنفكروا في الحمايه مثلا المدنيه والحمايه الجنائيه عن طريق المحاكم، طبعا كاين حمايه، بغيتي تبطل ذاك العقد تم الغبن ديالك تم التدليس عليك، الشروط ماشي هذيك، المنتوج فاسد، الاجل ديالو فات دكتوره او استاذه. الغبن يعني انه انك كتعطيتيني درجه مغبون يعني ان عطيتيني واحد المعلومات غالطه ودفعتيني انني نتعاقد معاك والاراده ديالي كانت معيبه لان انصرفت لشي حوايج اللي عطيتها لي وهي ماشي صحيحه او انك دلستي عليا خفيتي عليا واحد الحقيقه معينه بحال مثلا واحد المنتوج قريبه على ضد فاليديتي ديالو انها تمشي وغيتبيريما ما قلتيهاش لي خفيتي عليا ومن حقي ما نشريش عندك منتوج بقى له اسبوع ولا بقى له شهر، انا اصلا شريته بغيت نحتفظ به يعني ان كاينه واحد الحمايه مدنيه واللي كتخول لك الحق في المطالبه بالتعويض استرجع المبلغ وربما انك تفسخ ذاك العقد. وكاين الحمايه الجنائيه ملي كيوقع الاحتيال ملي كيوقع النصب عليك ملي كتكون بضاعه مغشوشه، هنا ما كنبقاوش في المدني كنوليو في الجنائي اللي هي افعال اجراميه يعاقب عليها القانون، وبالتالي ممكن تقدم شكايه السيد وكيل الملك بهذا الخصوص. كذلك كاين على اساس أخرى تكون عندك الهويه ديال الناس اللي عطاو لك هذا الشيء طبعا طبعا، لان الناس خصهم يتحققوا، ماشي اي منتوج جاك كيقول لك بان الا خديتي جوج غادي تخلص واحد، يعني تيطمعك وانك تمشي وكتشري من عنده بهذه الصوره، خص التاكد والتيقن وتاخذ وقتك وبشويه عليك. بحال مثلا واحد القضيه اللي ولات معروفه كيبيعوا لك مثلا دي بارفان عطور بزاف الناس لقاو بان ماشي اصليه ماشي دوريجين وكتباع قريبه للثمن الحقيقي ديالها، غير كاين واحد الفارق بسيط هنا كاينه مشكله، كيفاش غتثبت بان على اين سميره؟ صعيب اننا هذا الموضوع اننا نشملوه كامل، كاين واحد البنيه قانونيه، كاين لجان، كاين لجنه، كاين عده لجان على مستوى الوزاره، على مستوى اللجنه ديال حمايه المعطيات ذات الطبع الشخصي، كاين واحد لو سيت تدخلوا ليه تقدموا فيه شكايات، كاين القضاء المدني، كاين القضاء الجنائي، كاين ايضا هاد الجمعيات ديال حمايه المستهلك الى غير ذلك، يعني كاين ماشي ما كاينش، ولكن خاصنا نتحركوا كمواطنين باش نحميو نفوسنا من وعواد نبقاو ندخلوا كنقلبوا على الاستهلاك. دخل قلب على حقوق المستهلك واضح الالكتروني وطالع عليها. شكرا لك استاذه خديجه الروقاني، كانت هذه حلقه اليوم من الحق والقانون. نختم الحلقه دي صباحيه دوزام مع ليلى حديوي وقفتان صباحيه دوزام قمع. وضيفتنا اليوم جاتنا من مدينه طنجه، مرحبا بك لالا اسماء اخم، لا مش اسماء، فاطمه الزهراء اخم ليش، مرحبا بك لالا. انت مولات هذه اللوحه الفنيه الجميله اللي لابساها ليلى حديوي، جيتي تتحمقي. الله يحفظك سميره، شكرا.
بال جاتك تحمق روز بال تحمق. اهلا بك ليلى. الله يبارك فيك الله يكبر بك. ميرسي بوكو ليلى. قلت يا سميرة الضيفه ديالنا جاتنا من مدينه طنجة اللي هي ضيفه اللي كنت تعرفت عليها فاش كانت في البدايه ديالها كانت دار الدراسه وخدات الدبلوم ديالها ديال لاوت كوتور اي فينالمون لبست ليها في الطابلو فينال عاد وراتني التصويره تنقول لها واو الوقت غير كيدوز ما كنحسوش براسنا. عرفتي شنو اللي تارني انا في البيسه ديالك؟ هي رويميه ياك والصنعه بلديه واللي سالا معايا هو هذاك المضمه السم اللي درتيها ما شاء الله عليك. دابا نبداو نوريوها للمشاهدين. الرومي والبلدي تيتخلط بطريقه فنيه جميله جدا. شنو البصمه ديالك؟ شنو هي شنو الخاصيه ديال فاطمه زهر؟ نحاول ما امكن نخلي لاطوش ماروكان لان هو ليريتاج ماروكان 100% تكشيطه مغربيه لبسه مغربيه بالخراط بالبصله 100% ديالها بالقواعد ديالها افكتيفمون نمبيش كندخلوا كلكو بيرلاج ديسي بار لا ولكن ما امكن نخليوها هكا ولكن الاصل كيبقى دائما حاضر نحافظوا عليه 100%. دابا كنظهر شحال هذه من عام انت في هذا الميدان؟ اذا كنظن هذه واحد على الاقل 10 سنين ان بو بري ياك 10 سنين. سنين ومن بعد من تصميم الازياء خديتي الدبلوم ديالك وفي نفس الوقت درتي قلتي لي بغيتي تعمقي في هذا الميدان ومشيتي درتي كوستوميير في لو 7 ار في لو سينما. تبارك الله عليك ما عندي ما نسالك يعني وشنو هي متعدده المواهب فوالا هاد الخدمه هادي نقدروا نعطيوها حتى للمشاهدين ولا الشباب اللي كيشاهدونا هذا الصباح شنو تعلمتي فيها باسكو تاي سي تاميتي لي صعيب وكي كيطلب بزاف ديال الخبره والخبره كيطلب نعملوا لي ريشيرش كيطلب نقراو لو بيرسوناج نتعمقوا في السكريبت التاريخ كذلك افكتيفمون نعرفوا ليستوار التاريخ ديال اللبس ديال لو كوستيم كو سوا في اي تاريخ يا مغربي يا عثماني اي تاريخ في على حسب الفيلم وشنو تيقدم اكزاكتومون. واو ما شاء الله اذا زوين هذاك اللون ما هو ابيض ما هو بلو سيال ما هو غري ميراقي مع لو كوتي مودرن ديال اللبسه زوين هذا الجمع ما بين المودرن والبلدي تيجي غزال. نكملوا العرض مع لوغا نشوفوا اللبسه ديالها او حرير هادي حرير هادي اللي حرير سوغ 3 بياس مانكي المسلين لابيس تحتيها كلها مسلين سي دو لورغونزا اي دو لا سوا انا شفت شوف لورغونزا كتعطيك هذاك لو بتي كوتي دو بريونس اكلا ان بتي اكلا في اللبسه. شفتي معايا الانظمه دائما بلديه داك لو ستيل ديالك سميره كتستاك لا سورتو هكا المزج ما بين ما هو عصري وما هو بلدي توي بتي حمق واه سي دو لا سوا ياك سي دو لا سوا هذا سيف هذا اللبسه تفكرنا في القديم ولكن طريقه زوينه بزاف هي ديال اللبسه الاخيره ديال اللي اقترحها علينا فاطمه زهراء خميش يمكن تنحسوا بلو كوتي ابتكار فوالا كاين الجديد لا روشيرش كاين المزج ما بين الاثواب دارت الحرير مع المبره وهذاك الحرير بان غير شويه حتى لي مونش سميره شتي لي مونش بحال شي فتحات بحال شي طوق افكتيفمون واش هذا كان بحال هاد لي مونش كانوا شحال هادي ولا غير كنت تذكرتيهم انت؟ لا تذكرتهم هذا الابتكار ديالك الخاص ولي مونش كما تنشوفوا بحال دي بحال طوق محطوط في الاكتيفات سي اوريجينال كنحسوا بداك لو كوتي زعما ما كاينش النقل يعني عندك اون بياس ديالتك كاين الناس اللي كيبغيو يلبسوا شي حاجه اونيك وهذه سي جون اونيك كاينه البصمه ديالها وانا تنحييك لاختيارك المضمه ديالك لانهم تيحمقوا. شكرا لك على تحمل عناء السفر من مدينه طنجه. شكرا لك فاطمه زهراء خميش وشكرا لكاع الناس ديال طنجه اللي كيشاهدونا في صباحيه دزاب. اكيد تحيه لهم وتحيه لكل المغاربه فين ما كانوا في اقطاب العالم. غدا نتلاقاو بكم الى سمحتوا مع السي نبيل الياشي غادي نتكلموا غادي يقدم لنا افضل الطرق للاستفاده من اللحم. القرن المخروط هي موضوع فقرة أمراض وحالات مع مها وضيفتها الأخصائية في الطب وجراحة العيون دكتورة صفاء جهاد. الكل والمزيد دائما في صباحية دزام. نهاركم مبروك وإلى اللقاء.